اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نبتدي زي العاده باهم الاحداث اللي حصلت امبارح واللي حصل فيها مجموعه من ابرز الاخبار، ابرزها ان الحكومه نشرت حصادها الاسبوعي في انفوجراف، والحكومه نفت غلق منطقه الاهرامات بالجيزه لمده شهرين ضمن اعمال خطه التطوير. كمان معانا مجموعه من الاخبار، من ابرزها ان شركه مصر للطيران اطلقت اولى رحلتها الى العاصمه الهنديه نيودلهي، كما ان ايضا مصر ترأست الاجتماع الثاني عشر لوزراء الكوميسا المعنيين بشؤون المرأة، وتفاصيل أخرى هنستعرضها مع حضراتكم خلال هذا التقرير. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت مجموعة من الأحداث، وأبرزها أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير شمل مجموعة من الانفوجرافات اللي سلط خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وده كان خلال الفترة من 29 يوليو ولحد 4 أغسطس 2023، واللي تضمن الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة للأنشطة اللي قام بيها. امبارح أكدت الحكومة أن الأخبار اللي انتشرت بخصوص غلق منطقة الأهرامات بالجيزة لمدة شهرين ضمن أعمال خطة التطوير كلام غير صحيح، وأنه ما صدرش أي قرارات بخصوص الموضوع ده، وشددت على أن منطقة الأهرامات مفتوحة أمام جميع الزائرين من المصريين والأجانب، وحركة الزيارة فيها ماشية بصورة طبيعية، وأن أعمال مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة تشمل تطوير المنطقة الأثرية ومداخلها ومحيطها ومركز الزوار، وكل ده بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة لتحسين التجربة السياحية بيها أمام الزائرين والسائحين. امبارح أقلعت من مطار القاهرة الدولي أولى رحلات مصر للطيران المباشرة من مطار القاهرة الدولي للعاصمة الهندية نيودلهي، وده في إطار استراتيجية مصر للطيران اللي بتهدف لزيارة عدد المقاصد والترددات اللي بتوصلها الشركة في القارة الآسيوية. وامبارح ترأست جمهورية مصر العربية فعاليات الاجتماع الـ12 لوزراء الكوميسا المعنيين بشؤون المرأة، وده كان تحت عنوان التكامل الاقتصادي من أجل ازدهار الكوميسا استناداً إلى الاستثمار الأخضر وإضافة القيمة والسياحة. وترأست الاجتماع الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة هدف الاجتماع واستعراض واعتماد تقرير الاجتماع الـ14 للجنة الفنية لشؤون المرأة في الكوميسا، وده بجانب عرض ممثلي الدول المشاركة في الاجتماع الممارسات السليمة والمتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. بالنسبة لأخبار المحافظات، فهناك عدد من المحافظات شهدت مجموعة مهمة جدا من الأحداث، من أبرزها تنظيم معرض للمشغولات اليدوية لدعم المرأة في مراكز شباب الأسكندرية، ومنها أيضا انطلاق القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة في قرى مدينة القصير. خلينا بقى نروح مطروح اللي استقبلت المشاركين في معسكر يلا كامب. خلينا نتابع باقي الأخبار في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث، أبرزها أن مديرية الشباب والرياضة بالأسكندرية نفذت معرض لمنتجات نادي الفتاة والمرأة في مراكز الشباب لعرض منتجاتهم من الأعمال والأشغال اليدوية، وده بهدف العمل على دعم المرأة ومساندتها وإتاحة الفرصة لدخول سوق العمل واكتساب مهارات جديدة بالعمل على تمكينها اقتصادياً. القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة انطلقت بقرى مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، وبدأت أعمالها في قرى المدينة بالأمل والجرف، وحسب الخطة اللي وضعتها إدارة القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر هتنتقل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بعد الانتهاء من عملها بقرى الأكل والجرف لقرية المستعمرة شمال مدينة القصير، وهتقضي فيها يومين وهيكونوا أيام الحد والاثنين اللي جايين. مركز الشباب والرياضة بمحافظة مطروح أعلنت أنه تم استقبال المشاركين بمعسكر يلا كامب، واللي بتنظمه وزارة الشباب، الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح. وتم إقامة المعسكر بمشاركة 70 شاب وفتاة من مختلف محافظات مصر، وهتستمر على مدار 3 أيام،
وبيتضمن برنامج المعسكر، الألعاب الشاطئية، كروسفيت، كرة طائرة شاطئية، كرة قدم، تجديف، كياك، ألعاب المضرب وألعاب ترفيهية، بالإضافة إلى منطقة الألعاب الجبلية وحفلات سمر وجلسات يوجا وزيارة الأماكن السياحية. أكدت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية على انتظام فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة لتقديم الخدمات الصحية الرئاسية بالمجان في مختلف التخصصات الطبية المتنوعة، ووقعت الحملة الكشف على 455 ألف حالة في كل التخصصات. إدارة مصيف بلطيم بكفر الشيخ أكدت أن شواطئ اليوم الواحد الزهراء والنرجس بمصيف بلطيم شهدت توافد كبير من مختلف المحافظات، وفاقت أعداد المتواجدين على شاطئ مصيف اليوم الواحد 75 ألف شخص وسط تزايد أعداد القادمين على مدار الساعة، وده مع رفع درجة الاستعدادات القصوى على الشواطئ. أعلنت محافظة الوادي الجديد عن فتح فصل ملحق بصري بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخرجة لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة البصرية، وتم فتح الفصل حرصاً على تقديم كل سبل الدعم للطلاب من ذوي الهمم واستجابة لرغبة أولياء أمور الطلاب ذوي الإعاقة البصرية المدمجين بالتعليم العام في تحويل أولادهم لفصول النور للمكفوفين. مديرية الشؤون الصحية بالأليوبية دشنت عيادة المشورة الطبية بالمركز الطبي التابع لإدارة كفر الشيخ الصحية والأول مرة في محافظة الأليوبية، واللي هتتناول كل ما يخص صحة المواطن، وده بهدف نشر الوعي وتعزيز صحة المجتمع. وتتضمن عيادة المشورة الطبية أكثر من 1600 مشورة طبية في موضوعات مختلفة، أهمها التغذية السليمة وصحة الطفل والتوعية والخدمات وتكافل وكرامة والإدمان والإقلاع عن التدخين والأدوية والتحصين واللقاحات والصحة الإنجابية.